الحقيقة احنا هنا في مشاتل المانجا. مشاتل المانجا دي عندنا بدأت انا اركز على شتلة المانجا من اول بدايتها، علشان هي الاساس في زراعة المانجا. بمعنى اللي هي بتمثل تكلفة حوالي 5% من تكلفة الفدان، لكن هي في الاساس كل بعد 3 سنين بتبقى هي الاساس. فلابد لاي واحد عايز يزرع مانجا ان يتأكد ان المانجا والمشتل الاشجار اللي خدها من المشتل على اعلى مستوى من الكفاءة وجودة المانجا. زي ما انتم شايفينها كده، بسم الله ما شاء الله، دي عبارة عن عمر 2. خطوات زراعة المشتل للمانجا بتبقى عبارة عن بداية من البذرة اللي هي اساس الاصل السكري او ال13:1 او الترابنتين. ده بنبدا احنا نتاكد ان الاصل صح، عشان ده اساس العمليه في الزراعه. بعد كده بنحط البذره ديت في حاجه اسمها مرائد. المرائد دي بتخلينا بعد كده اما تكبر بنفصل الحاجه اللي فيها في الرزاليوم او اللي هي الجذور الملفوفه، فبنرميها ونستبعدها ونحط في الكيس الشجره او الاصل السليم اللي هو مستقيم. بعد كده بتيجي دورة التطعيم الصنف اللي احنا عايزينه. فلابد ان احنا انا عندي المحصول الرئيسي هنا مانجا وبرحي، فبتأكد ان الشجر اللي هناخده منه الاقلام اعلى انتاجية، وبعلمه علشان يبقى الاصل العقلة الصنف اللي هنحطه على الاصل يجيب اعلى انتاجية. عشان كده المشاتل بتاعتنا الحمد لله بقت من اشهر المشاتل اللي بتقدم شتلات على مستوى خاص وجوده عاليه لاي واحد عايز يزرع مانجا. طبعا انا بعتبر الوقت زراعه المانجا او الزراعه بوجه عام بقت صناعه الزراعه. لابد ان احنا ناخذ من حيث انتهى الاخرين. بمعنى طب انا عايز ازرع المانجا ايه؟ لازم اشوف المانجا اللي اولا اللي ما بتعومش، بمعنى بتجيب سنه وتاخر وما بتجيبش سنه. لا، عندنا صنف الكيت من الصنف الكويس جدا، عندنا صنف كريمسون برايت، عندنا الاستون، عندنا الليلي، عندنا النعومي. دي يعتبر من الاصناف الكويسه اللي انا انصح بزراعتها. بس لابد يكون 50% حد ادنى الكيت، لان الكيت بيبدأ معانا من شهر 9 لغاية شهر 12، فبالتالي بيساعدنا ان احنا نملك السوق فترة طويلة والاسواق الخارجية. الحمد لله احنا مزرعتنا تعتبر متكودة، تعتبر من المزارع المصرح لها للتصدير، واحنا منتجاتنا حوالي 80% للسوق الخارجي تصدير لاسواق لندن وايطاليا وفرنسا واسبانيا والامارات والاردن، ومن أجل طبعا لسوبر ماركت هايبر ون، ومعظم سوبر ماركت في مصر بياخد من عندنا. احنا بنحافظ على الجودة العالية، لان دايما انا دايما اقول لعندي المهندسين والفنيين اللي بعتبرهم ولادي، بقول لهم يا جماعة لابد الاخلاص في العمل، ولابد ان احنا نبغى النجاح في العمل، لان دايما النجاح بيتبعه نجاح مادي. ولابد احنا بلدنا غنيه جدا، ولادنا من اغلى بلاد العالم، بس احنا نحافظ على ثرواتها ونحاول ندي الحاجه بامانه، علشان انا بعتبر عمليه الزراعه ديت اهم قطاع مهم في الحياه الاقتصاديه في مصر. لان فعلا الازمه اللي فاتت بتاع كورونا، عشان احنا بدانا عندنا الموارد بتاعتنا قدرنا نعدي الفترة دي بسلام. فأنا بصراحة أدعو أي حد عايز يزرع مانجا يجينا هنا. وبرضو أنا بصراحة شركة جيزا تك كانت من العوامل الرئيسية للمزرعة لتغيير. احنا بدأنا ندخل منتجات حوالي من سنة، فبصراحة أضافت لينا زي ما انتم شايفين صحة الشجرة، وعمل معانا فرق كبير قوي في الانتاجية في المانجا والبلح والقشطه والعنب. بصراحه يعني
طبعا الحد الفنيين اللي عندهم ناس بيتونوش على دايما زيارتنا ومتابعتنا، ودي اضافت لميزانيتنا. وانا برحب باي حد عايز ياخد خبرتنا او اي حاجه في زراعه المانجا والنخيل والقشطة عبد الرازق، وبشكرك وان شاء الله لنا لقاء تاني باذن الله.